الجسد، لذلك فهو يأتي ويفتح الأبواب المغلقة ويسكب علينا غناه وخيراته السمائية. فهو صالح ومحب ومشفق على الإنسان، ومواعيده صادقة إن كنا نستمر في طلبنا إياه للمنتهى. فطوبى للإنسان الذي أحب أن يكون ملتصقا بالله وصديقا للصلاة. Thank you.
وشفاعتك للقسيم أعظم أعظم من أي وساطة بشرية. لك كل المجد يا رب، لك كل المجد في كل قدسين، لأنه لا يوجد شيء تحت السماء يستطيع أن يكدرني أو يزيني، لأني محتمي في ذلك الحصن الحصين داخل الملجأ الأمين، مطمئن في أحضان المراحم الإلهية، حائز على ينبوع من التعزيم، فإن الله الذي بدأ معك الطريق لا يتركك في منتصفه، بل سيكمله معك، بل سيكمله معك. Thank you.
ادعو القديسين بإيمان لا يخزي ومحبة بلا رياء إذا كنت تريد أن يسمعوك ويستجيبوا لصلاتك. فلنترجى الشهداء والقديسين الأبرار ونتوسل إليهم أن يصلوا لأجلنا، إذ بهم دالة كبيرة عند الله. كم أنت عظيم يا إلهي، هكذا يا ربي تربيني وتعلمني طرقك، وإذا وجدتني ضعيف الفهم والإدراك لا أؤمن إلا بما يرى. كلمتني بأمثال كثيرة بجميع ما صنعت من عجائب ومعجزات، أردت أن ترفع قلبي وذهني لكي ما تستنير حواسي بمعرفتك المعرفة الحقيقية، فأسير خلفك وأمجدك يا جابلي. Is
أتعجب من محبتك أيها المسيح شمس الأفراح وينبوع العون. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكن له الحياة الأبدية. هذه هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
قد ايه فعلا الليلة يعتبر عيد كبير بالنسبة لينا، لان ده اليوم اللي كنا كلنا مستنيينه، ان المجمع المقدس بتاع الكنيسة القبطية يعترف بان البابا كيرلس السادس قديس. والحقيقة يعني كنا كلنا حاسين وعارفين ومتأكدين ان هو قديس، وبالتالي كنا كلنا مرتبطين بيه وحاسين ان احنا بنختبره في حياتنا كل يوم. لكن طبعا لما يجي الوقت ان الروح القدس اللي بيشتغل في المجمع المقدس وعلى رأسه قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، لما يجتمع ويبقى من اوائل القرارات بتاعته ان البابا كيرلس السادس يعتبر واحد من القديسين المعاصرين في الكنيسة القبطية، ده تبقى بركة كبيرة ونعمة كبيرة. ونقول لبابا كيرلس انت قديس وتستحق ان احنا في كل وقت نقول لك اكسيوس اكسيوس اكسيوس، وعلى طول نحس ان انت بتسندنا بصلواتك وبترافقنا بمعجزاتك واياتك. والحقيقة الليلة انا عايز نقول لكم على حاجة مهمة قوي قوي، يعني يمكن الواحد حس بيها لكن يمكن تعدى على ناس كتير مننا. لما بدت فكرة ان يبقى لنا اب اسقف وبدينا نتفق على الموضوع ده ونتحرك في الخطوات بتاعة العمل ده، يعني ما كناش عارفين الحكاية ماشية ازاي او ربنا بيرتب فيها ايه، لكن ربنا كان ترتيبه عجيب جدا. اختار لنا اب قديس اللي هو نيافة الانبا مينا، والحاجة الجميلة ان هو يترسم على الابروشية بتاعتنا في يوم عيد البابا كيرلس السادس. يبقى ده عطية، يبقى هنعيش على طول مرتبطين بالبابا كيرلس لانه في عيده عطلنا ابونا الاسقف العطية الجميلة اللي كلنا كنا مستنيينها لسنين طويلة. والحاجة الجميلة برضو الليلة ان انا عايز اقول لكم عليها ان سيدنا الانبا مينا يعني من الاباء الاسقفة اللي قعد فترة طويلة جدا في الدير، يمكن اكتر من 25 سنة في الدير. طبعا لما الواحد يقعد في الدير الفترة الطويلة ديت ويتعامل مع القديسين بتوع الدير يلمسهم ويتلامس معاهم ويبقى عنده يعني كم كبير جدا من الاختبارات اللي عاشها مع القديس العظيم البابا كيرلس السادس. عشان كده حلو قوي ان احنا الليله صدقوني سيدنا لغى يعني ارتباطات كتيره جدا، وكان مفروض الاسبوع ده عنده خدمه في اماكن متعدده، لكن من محبته ليكم ومحبته لينا كلنا لغى كل الارتباطات ديت عشان يكون في وسطنا الليله. تبقى بركه كبيره ان كل سنه ان شاء الله بنعمه ربنا يبقى سيدنا معانا في الليله ديت في كنيسه مارينا والبابا كيرلس السادس. على فكره من اول يوم يا جماعه انا قايل لكم السادس، بس يعني كان بصوته انتوا ما كنتوش تسمعوا. مش كده لو حكيت العمر دي انا من الاول كده. وبعد اذن سيدنا نحكي حكايه صغيره عشان تعرفوا المكان ده هو اللي جابه بابا كيرلس. اول مره جيت فكرت تركت على مكان حطيت ايدي في جيبي لقيت صوره البابا كيرلس. كان في كنفر كده في الحته اللي هنا، فتحت الدرج وحطيت الايه الصوره وقفت عليها من غير ما حد يحس. مرت اكتر من سنة ونص، يعني كنا قربنا على سنتين وما كناش خدنا المكان، وكانت كل المحاولات يعني فشلت والموضوع انتهى. وبعدين في يوم ربنا حرك الموضوع تاني والبابا كيرلس يعني خلى الموضوع يبقى فيه حياة مرة تانية. فبنقول لأباء الكهنة معايا ان على فكرة يا جماعة احتمال المبنى اللي احنا كنا بنفكر نشتريه في الحتة الفلانية حقيقي مرة تانية. قالوا لي يا ابونا بتقول ايه؟
مش انت قلت لنا الموضوع ده اتقفل خالص؟ قلت لهم بس الراجل اللي هناك حركه تاني. قالوا لي الراجل ايه؟ قلت لهم البابا كارلوس قاعد هناك في المكان وهو ناوي عليه وحيجيبه حيجيبه يعني. وفعلا البابا كارلوس جابه علشان يبقى كنيسة جميلة كلنا نتمتع فيها ببركة صلواته وشفاعته عننا.